طب خلينا نروح للنادي الاهلي، نروح للجزيره، ونروح لزميلنا كريم احمد. عوده الفريق النهارده مره تانية بستأنف الجهاز الفني بقياده مستر كولر استعدادات النادي الاهلي لماتش الخميس اللي جاي. عندنا النهارده وبكره تدريبات واستعدادات ان شاء الله، انتظارا بقى للموقعه او القمه يعني يوم الخميس اهلي وزمالك. نروح لزميلنا كريم احمد. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، كل التحيه ليك وكل التحيه لكابتننا الكبير الكابتن ماهر امام. يعني يومين راحه كريم وعوده النهارده للتدريبات، تطمنا على شكل الاستعدادات، تمرينه النهارده مستر كولر بيركز فيها على ايه بعد راحه 48 ساعه؟ واتكلمنا كمان على ملف المصابين اللي يعني انا قلت في اول حلقه طبعا انه السوليه ومتولي ممكن يكونوا بعيد شويه عن الصوره وبعاد عن اللحاق بمباراه الزمالك، بس لو عندك جديد يا ريت نعرفه منك. وطمني على مشاركة ديانج كمان في تمرينة النهاردة. يعني طبعا بالتاكيد في البدايه بنبارك لكل جمهور النادي الاهلي العظيم، مجلس اداره النادي الاهلي، لاعبين الجهاز الفني. الحقيقه موسم صعب وشاق جدا بكل ما فيه الحقيقه تلاحم كبير للمباريات، لكن هي دي قيمه النادي الاهلي. الاستقرار كان مهم جدا، الاستقرار الاداري واحد من اهم الاشياء الحقيقه اللي بتنجح تيم زي النادي الاهلي، بجانب طبعا قيمه كولر وتركيزه والتزام اللاعبين ورغبتهم ان هم يرجعوا درع الدوري في مقر النادي الاهلي بالجزيره والمكان الطبيعي ليه. فعشان كده بنهني كل اللعيبه، لكن الفرحه زي ما بنقول زميلي احمد كابتن ماهر بالنسبه لنا وبالنسبه للجمهور بالنسبه للاعضاء، لكن بالنسبه للعيبه وبالنسبه للجهاز الفني ان شاء الله الفرحه تكون يوم الخميس. ده الحقيقه اللي احنا لامسينه، شايفين الرغبه مع لعيبه النادي الاهلي ان هي عايزه تكون يوم سعيد. التتويج لما بينتهي بانتصار وبفوز على المنافس زي ما بنقول لنادي الزمالك بيكون قيمته كبيره جدا عند جمهور النادي الاهلي. عشان كده الحقيقه مستر كولر فارض يعني مرحله مهمه جدا من التركيز. النهارده اجتمع مع اللاعبين يعني لمده 45 دقيقه، ده كانت محاضره مهمه جدا، اكد على امور عديده، اكد على المرحله، على المباراه، على اهميه ان احنا نكون مركزين. النادي الزمالك الطرف الاخر عنده دوافع وعنده رغبه، الراجل اتكلم في امور عديده جدا، لكن ان شاء الله باذن الله كلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي، في جمهورنا اللي يكون متواجد ان شاء الله تكون احتفاليه، وان شاء الله باذن الله لعيبتنا تدي رساله مهمه جدا ان شاء الله باذن الله ان النادي الاهلي كعادته على القمه، النادي الاهلي الحاصل على لقب 43، ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي. الملف الخاص بالمصابين يمكن مش هطول على اكد على كلامك، السوليه ومتولي الحقيقه يمكن خلاص زي ما احنا اتاكدنا من طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله يكونوا خارج القائمه وخارج المباراه، وده كان امر يمكن حبينا ان احنا ناكد عليه. يمكن الناس قالت ممكن السوليه يكون متواجد، لكن التاني الكبير جدا الحقيقه زي ما بنقول في كل مره من الجهاز الطبي، انت عارف زميلي احمد العضله الخلفيه بتكون محتاجه التاهيل، بيكون محتاج يعني هدوء شويه ومحتاج وعي شويه ومحتاج ان انت تدفع باللاعب تدريجيا بالنسبه للتدريبات، وده امر مهم كمان بالنسبه للمباريات. على الجانب الاخر ايضا كمان متولي سبرين انكل والتواء كان قوي شويه بالنسبه للمتولي، متولي يمكن عنده باد لك في الاصابات، فعشان كده التاني بيكون اكبر شويه، حتى لو انت قادر ان انت ترجعه بمراحل متدرجه لا بتكون عندك تاني شويه، عشان كده هنفقدهم في المباراه القادمه. لكن زي ما بنقول يعني ثقتنا كبيره جدا في كل اللاعبين، النادي الاهلي هيكون متواجد فول تيم. بعض الناس برضو اتكلمت قالت ان يمكن مستر كولر هيحاول ان هو ينفذ بعض الروتيشن او ان هو يغير في بعض العناصر، باكد لك على في التزام كبير جدا في هذه المباراه. مش معنى النادي الاهلي حصل على بطوله الدوري العام المباراه القادمه او المباريات القادمه تحديدا تكون بشكل متغير، لا في التزام وفي انضباط بشكل كبير جدا للاعبي النادي الاهلي، وده الامر الحقيقه اللي بنتمناه وبنامله. يوم الخميس يوم مهم جدا للاعبتنا، خلاص الدوري حسم، لكن الفرحه هتكون يوم الخميس باذن الله مع جمهور النادي الاهلي. انا شايف في لعيبه كريم تم تصعيدها، يعني بيتهيألي شفت من شويه اعتقد ده كان زعلوك مهاجم فريق شباب النادي الاهلي، عايز اعرف مين اللي في حد تاني تصعد معاه؟ لا يمكن هو الوحيد طبعا اللي متواجد، انت عارف لسه مرحله التصعيد بشكل كامل هتكون زي ما بقول لك بعد مباراه الزمالك، هنبدا نشوف عدد كبير من قطاع الناشئين بيشاركوا في التدريبات ومنهم ايضا كمان في المباريات، وده الحقيقه اللي مستر كولر كان بيتكلم عليه، قال ننهي الدوري، ننهي الدوري بشكل كبير جدا، نقدر ان احنا نصعد ونشوف، يبقى عندنا متسع من الوقت ان احنا نقيم بشكل كبير جدا اللعيبه، والجانب كمان ان عندنا لعيبه كتير ما خدتش فرصه في قائمه النادي الاهلي، هنشوفها بمشيئه الله في المباريات القادمه. لكن زي ما بقول لك هو يمكن كلها طبعا وحدات تدريبيه عشان تكمل الوحدات التدريبيه بالنسبه للعدد الصغير اللي بيكون من قطاع الناشئين، لكن الشكل الكامل ان احنا ممكن نشوف 6 و7 و8 لعيبه من قطاع الناشئين هتكون عقب مباراه الزمالك اللي عليها الانظار كلها واللي عليها كلها طبعا ان شاء الله باذن الله الامال الكبيره جدا للاعبتنا ومستر كولر. يا رب ان شاء الله باذن الله تكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي، اداء ونتيجه وفرحه منتظرينها ان شاء الله من لعيبتنا. ماشي ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلي عزيز كريم احمد. دي كانت اخبار عوده الاهلي التدريبات او استئناف للتدريبات مره اخرى بعد 48 ساعه راحه.